الله الرحمن الرحيم. بنبتدي دايما بان شعارنا هو ايه؟ الحب. بنقول لقد بدا وجودنا بالحب، فالنفخه من روح الله لتهب ادم الحياه كانت قمه الحب، واستمرار وجودنا ايضا لا يتحقق الا بالحب. كنا بنتكلم في العلاج الاسري اللي هو الفاميلي سايكوثيرابي، وقلنا عرفنا الاسره قلنا هي ايه، وقلنا ايه هو العلاج الاسري. قلنا ان ده العلاج اللي بيشترك فيه اكتر من فرد من الاسره في العلاج. يعني ممكن ندخل على اسره والاب يبقى مشغول فنقعد مع الام والايه والابناء، بس لما يبقى عندهم قطه او كلب نقعدوا معانا في الجلسه. هتقولوا واحنا هنعالج القطه؟ لا، احنا مش بنعالج القطه، بس احنا عايزين نشوف مين فيهم القطه ايه عامله معاه علاقه، ومين فيهم مهتم بالقطه، ومين كاره القطه ورافضها، مين فيهم عصبي ما يستحملش يتعامل مع حيوان اليف. فده بنشوفه من خلال وجود هذا الكيان اللي هو عايش معاهم في الايه، في الاسره. طبعا احنا بنحاول ان احنا نحسن اداء الاسره كوحده ايه اجتماعيه. قلنا ايه الداعي للعلاج الاسري؟ ان هو حد مريض في الايه، في الاسره، والاسره بتيجي تقول ان هو ده فيه ايه مشكله، وبتيجي تطلب المساعده له. لكن احنا بنشوف ان المشكله بتاعت هذا الشخص هي مشكله الايه، الاسره. يعني لما نبص لآية في المشكله اللي كانت بتقولها، هل مشكلتها مشكله في فرد ولا مشكله في صدام مع اختها؟ وصدام مع اختها، وفي نفس الوقت الاب والام بيتلعب بيهم ومش داريانين. فهنا العلاج ممكن يبقى اسر وممكن يبقى فرد. المريض هو اللي جاه، لكن الاسره بتبقى فيها مشكله، ودايما الشخص اللي هو بيبقى ضعيف هو ده اللي بينهار. وزي ما بنقول الحلقه الضعيفه في السلسله هي اللي ايه؟ هي اللي بتتكسر، زي ما انتم شايفين كده، هي الحلقه الضعيفه هي اللي اتكسرت. فبرضو الشخص الضعيف في الاسره هو اللي بيتكسر. ده غالبا بيبقى المراهق، واحيانا يبقى الزوج المغلوب على امره مش عارف يتكلم عشان في ايه؟ عشان في شجره الضر في البيت. عارفين شجره الضر؟ في البيت، فهي اللي بتدير الامور وبتديله على دماغه، فهو جاي مريض. فلما يبقى جاي مريض وانا بعالج الاكتئاب اللي عنده وما بتحسنش، انا اقول ستوب. إيه انت في ضغوط بتعيشها ما بتخليكش تتحسن. فيبتدي ايه؟ يخر بقى ويقول بقى ايه؟ اللي بتعمله شجرة الضر فيه. فيقول بتعمل وبتعمل وبتعمل، الله ستوب. أنت مش عارف توقف الست دي؟ يعلمه الرول بلاي في العلاج الفردي، إزاي يتواجه معاها وإزاي يقدر يعبر عن نفسه. يا أعمل العلاج الإيه؟ الكابل اللي هو المرايتال سيرب اللي هو إيه؟ الزوج والزوجة. أو إذا فيه هي واخدة الولد الكبير في صفها وهو واخد البنت اللي بعديه في صفه، والبيت معسكرين والمعسكرين عمالين يضربوا ببعض طول الوقت، ها، وفي اشتباك طول الوقت، يبقى لازم نعمل علاج للايه؟ للاسره. هدف العلاج الاسري ايه؟ قلناه دور المعالج الاسري اتكلمنا عنه، واتكلمنا عن اهداف العلاج الاسري، وتساءلنا كيف نقيم اسره. التقييم بيشمل ايه؟ زي ما قلنا تاريخ العلاقة، اهداف الافراد من العلاقة، اليات التوافق اللي ما هياش مكللة بالنجاح، يعني بيعملوا ايه، او الزوج ده بيعمل ايه عشان يخسر الزوجة، ها؟ مش عشان يكسبها، ها؟ فهو ايه بيلجأ لامه ويهرب عندها ويروح بات عندها يومين لغاية مراته ما تهدى ويرجع تاني.
تديله على دماغه يهرب على امه ايه تاني. فواضح انه ايه الاليات اللي هو بيعملها اليات هروبية، مش اليات ايه، مش اليات حوار او اقامة حوار ناجح مع الاسرة عشان يقدر ايه ينجح في هذه الاسرة. انما هو بيهرب ويروح يشتكي لامه، وامه ما بتسكتش. يا اما هتسكت هتطلبها على التليفون وتمسح بيها الارض، والتانية هتعمل ايه؟ طيب هوريك لما تيجي. ما بتقدرش ترد عليها عشان تبان قدام حماتها انها ايه؟ مؤدبة. انما بقى هو يجي تصطاده بقى، واللي ما قدرتش تطلعه في الحمار تطلعه في الايه؟ في البردة. فبنشوف انماط التواصل بينهم بقى بناءة ولا هدامة، وبنشوف القوة المتفاعلة في العلاقة زي ما هوريها لكم بعد شوية في رسم. ايه اللي خلاهم يبحثوا عن علاج في التوقيت ده بالذات؟ ايه المشكلة الملحة اللي ظهرت وخلت الأسرة تلجأ إلى المعالج أو تقول إن الشخص ده مريض في هذا التوقيت بالذات؟ لازم دي نعرفها، اللي هو الأجندة الخفية. وليه دي بالتحديد في الوقت ده؟ ايه التغيير اللي حصل؟ الاحتياجات غير المشبعة للأفراد. يعني امبارح كان عندي زوجة، زوجها خجول جدا، وهم متجوزين بقالهم سنة ونص، ولغاية دلوقتي العلاقة الحميمة أو العلاقة الخاصة اللي بينهم ما تمتش بشكل صح، يعني ما حصلش بنتريشن ولا مرة حتى في خلال السنة ونص، لأنه بيعمل حاجة خارجية كده، والزوجة جاية محبطة جدا وعصبية، وطبعا لما بدأت تتعصب عليه فقد الرغبة، فما بقاش فيه خالص لا بره ولا ايه ولا جوه. فهنا في احتياجات غير مشبعة ولا مفيش؟ في احتياجات غير مشبعة للاثنين. فالمرايتال ثيرابي هنا او الكابل ثيرابي هنا، لو كان عندهم اطفال كان ممكن يحضروا معانا في جلسة العلاج. ايه فايدة معرفة تاريخ الأسرة؟ هل ده له فايدة؟ وازاي بيتم العلاج الأسري؟ طبعا بيبقى معدل جلسة أسبوعية مدتها ساعتين زي ما قلنا، ولما تبقى في ظروف ملحة ومحتاجين جلسات متتالية إن شاء الله كل يوم جلسة بنعمل ده، طالما في حاجة ملحة ومحتاجين إن احنا نصل إلى حل نساعد به الأسرة دي. مدة العلاج مش بتعتمد على مشكلة الأسرة بس، اللي هو المراهق اللي ما بيذاكرش وبيهرب مع أصحابه وبيتمرد على قوانين الأسرة وعامل مشاكل، فاحنا بنلاقي مشكلة المراهق عمال مش متوافق مع أبوه وفي نفس الوقت مش متوافق مع مامته وعمال يلطش في أخوه وهكذا، الدنيا إيه ملخبطة. فده بنجيب الأسرة كلها ونبتدي نعالجهم، بس واحنا بنعالجهم مش هدفنا ان احنا نعالج المريض بس، احنا هدفنا ايه؟ نعالج الاسرة كلها، ونخلي الاسرة دي تبقى اسرة متفاهمة، التواصل بينها تواصل صحي، ويبقى الافراد ناضجين بحيث يتعاملوا على مستوى نضج. فهنا هل مدة العلاج هتعتمد على المشكلة بس اللي هو مشكلة المراهق، ولا على الطريقة اللي المعالج هيتبعها؟ يعني لو انا هتابع معاهم الطريقه الديناميه زي المعرفه السلوكيه او المعرفيه السلوكيه، المعرفيه السلوكيه ايه؟ سطحيه، فممكن تاخد كام جلسه وخلاص. لكن الديناميه دي ده انا هدخل في ايه؟ في عمق، وهخليهم يبداوا يعملوا حوار مع بعض واشوف الحوار ده بيقول ايه، وابتدي ابرز لهم اللي في الانكونشس بتاع كل واحد فيهم. يبقى ايه الفنية في مقابلة او من المقابلة الاسرية اللي احنا بنتبعها؟ ده مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان الاسرة دي لها ديناميات وعايشين مع بعض ومعتمدين على بعض عاطفيا وجسمانيا. يعني لو خدنا عبد العزيز كنموذج وعملنا جلسة علاج اسري زي ما احنا شايفين، الام لها ايه؟ دور قوي في داخل الأسرة،
وممكن قوي دورها القوي ده بيدعم دور الاب في الايه في شغله، فهي تعتبر مركز قوه. فلازم نبقى عارفين الادوار والديناميات ونشوف العلاقه اللي بين الزوج والزوجه علاقه مشبعه ولا لا، ولا اذا كان في حاجات للاب انه ساعات يعمل حاجات شبه خيانات او حاجه، فهنا هيبتدي الايه المعالج يبتدي ياخد باله انه في حاجه تحت السطح، لانه الزوجه بتروح قايله له انا فتحت موبايله لقيت على الواتساب في واحده بتقول له كلام ما يتقالش. هل المعالج يكشف اكتر من كده ويخبط في الزوج ويصعد الصراع بين الزوجه والزوج، ولا احنا جايين نهدي النفوس؟ مش جايين نهدي النفوس بالطريقه اللي انتوا عارفينها، احنا جايين نساعد الاسره دي انها تتفهم الديناميات اللي حاصله ويساعدوا بعض. واذا كانت الزوجه بتسلطها او بقوتها في البيت عامله للراجل ده كاستريشن، عارفين كاستريشن يعني ايه؟ يعني عامله له خصاء، يعني مخليها مش هو الراجل اللي في البيت، لانها باتفاقها مع الولد الكبير اللي هو ننوس عين امه، هم القوه الفاعله والضاربه في الايه؟ في الاسره. والزوج مهمش، ففي الحاله ديت اذا الزوج يبحث عن ايه؟ عن احساس بالقيمه، وبيستمد الاحساس بالقيمه من علاقه ايه؟ اكسترا مارايتال، خارج الايه؟ الزواج. عشان كده احنا بنساعد الاسره انها ايه؟ تبتدي الافراد يحققوا اشباعات. واذا كانت الزوجه بهذه الشخصيه القويه فنبتدي نقول يا ترى لما الاسره يبقى فيها زوجه مسيطره كده وقويه بهذا الشكل، هل هي بتدي الزوج فرصه ان ياخد قرارات، ولا هي اللي بتاخد القرارات وبتنفذ كل حاجه؟ اذا كانت هي اللي بتاخد القرارات احساسه ايه؟ فيعبر عن احساسه بالايه؟ بالمراره. فلما يعبر عن احساسه بالمراره والاحباط نقول للزوجه احساسك ايه تجاه اللي هو بيقوله، بحيث انه تبتدي تستبصر باللي هي بتعمله وهي مش ايه؟ مش واخده بالها، او واخده بالها وبتعمله امعانا في تاكيد قوتها وتسلطها مع شجره الضر بقى. فهنا ايه؟ بنخليها تستبصر، وفي نفس الوقت بننبهها او بنخليها تصل الى اكتشاف ان ده خطر على الايه؟ على الاسره. وانه اذا كان فرد محبط في الاسره ولا تتحقق اشباعاته فسوف يبحث عن الاشباعات ايه؟ بره الاسره. طبعا ما مش عايزين بقى يحطوهم بقى المعالج قصاد بعض فتبتدي تضرب فيه وهو يضرب فيها وتبقى خناقه، ويتسند بقى على المعالج وايه ويطلع الست، يعني يبتدوا يبهدلوا الست، هما الاثنين ما هما الاثنين رجاله زي بعض، فالست بقى هتبقى ايه؟ الله كلكم عليا ولا ايه؟ كلهم رجاله، انت راجل زيه هتجد في صفه كده، هتاخد موقف من مين؟ المعالج. ينفع؟ ما ينفعش. فعشان كده لازم نبقى ايه؟ حذرين واحنا بنخليهم يفرغوا الغضب بتاعهم، ان ما يبقاش فيه اهانات ولا حاجه محبطه للطرف الايه؟ الاخر. مين اللي في الوسط ده؟ بهاء اهو، يعني الراجل النهارده محظوظ من كله، جاب هديه وسقفتوا له وشايف كل ده، ايه ده انت ولا هارون الرشيد؟ هارون الرشيد ما كانش كده يعني، صح؟ ها؟ لكن احنا بنحييك يا بهاء لان انت انسان جميل. طبعا احنا المعالج الاسري بيعمل في الجلسه الاولى ايه؟ قلنا الكلام ده في المره اللي فاتت، اللي هو ازاي يعرف انهم تقابلوا ازاي وعرفوا بعض ازاي وارتبطوا زواجيا ازاي. يعني كان عندي واحده امبارح اتخطبت 6 سنين. سابها اكيد. سابها اكيد. وبعدين يعني واحده تتخطب 6 سنين وبعدين اول ما اتخطبت قال لها احنا هنعيش في بيت الاسر، اهلها قالوا له لا هتجيب لها شقه لوحدها، قال اه هجيب شقه لوحدها.
وهتتجوز امتى؟ بعد سنه. ولما تخلص السنه يقول لهم ايه؟ لا احنا هنأجل سنه كمان. فجر رجلهم لغايه ما البنت قعدت 6 سنين من سن 18 لسن 24 وهي قاعده مستنيه سيادتها. شايفين الغباء بتاعها؟ وده لانه بيدحرجهم ايه؟ سنه خبيث جدا بيدحرجهم كده واحده واحده. وبعد 6 سنين جوزها فين؟ بيت العيلة. هو كانوا مضطرين بقى يعني هي بقى طبعا جايه ايه؟ مش طايقاه ولا طايقه بيت العيله ولا طايقه نفسها وشايفه انها حماره انها استحملت كل ده وخاضعت له. شايفين انتوا بتقولوا ايه؟ ايه اللي خلاها تصبر كده؟ طبعا اتعودت تخضع وتاخد على دماغها وتستنى وتتاجل. وفي الاصل هي كانت رافضاه كمان. كمان؟ ايوه. يعني اتخدعت من كله واتدقلجت لغايه ما بعد 6 سنين اتجوزها وعايشه في بيت عيله طبعا مقهوره وحالها يصعب على الكافر يعني. فهنا لما نشوف اسره بهذا الشكل ازاي اتقابلوا وقرروا الارتباط ازاي وقعدت مخطوبه قد ايه؟ وفتره الخطوبه دي كانت فتره مشبعه ولا لا؟ مش البنات اللي اتخطبوا او اللي بيتخطبوا بيعملوا ايه في فتره الخطوبه؟ ها؟ الخطوبه النموذجيه مش الخطوبه النكديه. خرجتي معاها؟ لا والله يا دكتور مش خرجتي. ممنوع. ايه اللي ممنوع؟ يعني انت اتجوزتي ولا ما اتجوزتيش؟ لا يا دكتور. ها؟ ما اتجوزتيش؟ لسه عانس يعني؟ ماشي. حد اتجوز هنا؟ مفيش حد؟ اكيد يا خبر ده عندك قليل قوي. ايه يا دكتور؟ ده العوانس هنا القاعده العامه. اتجوزتي؟ عندك اولاد؟ 2. فترة الخطوبة قعدت قد ايه؟ سنة ونص. كانت اخبارها ايه فترة الخطوبة ولا كان مسافر فيها؟ لا كان معايا. كان معاك؟ كنا بنخرج مثلا في الاسبوع 4-5 مرات. انتوا عرفتوا بعض عن حب؟ عرفتوا بعض عن حب. فشايفين دي خطوبة، دي اتخطبت بجد، دي ايه؟ عاشت خطوبة. ولما اتجوزت في سنتين قبل الخطوبه، في سنتين كمان بينك وبينه كده في السر، سنتين في السر كده. لا ايوه عارفين بس يعني من غير رسم. احنا لسه ما خدناش الايه. انما بعد الجواز بقى بيخرجك برضو زي على طول زي قبل الجواز. انا جوزي اصلا هو صاحي شغل اصلا، فبيروح الشغل بمزاجه يعني. بس فهو بيخرجني يعني، هو يعني دايما بيقول لي انت بالنسبه لي والجيش اولويه، يعني احنا اللي بنعمل الشغل والفلوس عشان نتبسط. طيب لا ده انت ما شاء الله عليك. الحمد لله قد واحده كويسه يعني برضه دي تديكم الامل ان الدنيا بخير، ان الدنيا بخير وممكن يبقى في كده. ولا ما بقاش منه؟ لا خالص. ان الصنف ده خلاص خلص. قول لهم يلاقوه فين؟ في كارفور ولا فين؟ هو صنف نادر. صنف نادر، مفيش في كارفور، ما تروحيش. كيف ارى لكل من الوالدين ابوه وامه بيشوفهم ازاي؟ وهي بتشوف ابوها وامها ازاي؟ وهو علاقته ايه باخواته؟ هل هو في بيت عيله ولا هو عايش لوحده؟ واذا كانوا في بيت عيله هي عامله ايه مع اهله وهو عامل ايه مع اهلها؟ ساعات الراجل من دول يقول لها انا مش عايزك تعرفي امك ولا ابوك ولا تروحي عندهم. تكلميهم في التليفون مره في الاسبوع، ولو زادت عن كده تبقي ايه؟ الله ده انتوا مذاكرين. تقول لها تبقي طالب. فطبعا الست ايه؟ عايزه تحافظ على عندها 3 عيال وعندها خوف على الأسرة بتاعتها فبتخضع لده. لكن هل هي بتخضع وهي راضية؟ لا طبعا. مش وهي راضية، عشان كده حد من ولادها هيحصل فيه مشاكل، لأنه أو هي هيبقى عندها مشاكل، وعشان كده هيبقى العلاج الأسري. إزاي بتصير الحياة بتاعتهم في بدء الزواج؟ يعني اللي قاعدة سنة ونص دي لغاية دلوقتي مفيش علاقة خاصة، وطبعا بالتالي ما خلفوش، ما هو بيتكسف وخجول زاد عن اللزوم. وانا لما قعدت معاه لوحده قلت له اللي بيتكسف من بنت عمه. قال لي لما انت قلته كده ما يجيبش منها عيال. قلت له طب وانت متجوز ليه ماما؟ عشان تتفرج عليها. فمهم قوي ان يبقى اشباع للطرفين. طبعا ادي نموذج لايه؟ لحاله مرضيه. دي البنت ايه؟ تفتكروا في الديناميات هنا البنت دي مريضه ليه؟
هل هي كانت مرغوبة لما اتولدت ولا كانوا عايزين ولد؟ عايزين ولد. يعني عندي واحدة قلت لكم عليها قبل كده خليه في الثمانية عشان تجيب الولد، ولما جاء الولد جاله انكفالايتس، وواد مسكين بيتعالج عصبيا ويعني يعتبر عنده إعاقة يعني. يعني ادي نموذج، 8 بنات عشان تجيب الولد التاسع. فهنا البحث عن ايه؟ عن ولد. خلنا ديت ايه؟ بقت مرفوضة. والاتيتيود هنا الاب والام يقول لك والله يعني اللي بيجيبه ربنا ايه؟ كويس، واحنا راضيين بنعمة ربنا، والبنت نعمة، والبنت نعمة، واللي يكرهها يعمى، عارفين الاسطوانات دي. انما الحقيقة الاتيتيود اللي جواهم هو اللي بينعكس في الايه؟ في التعامل وفي العلاقة. فالبنت الأولانية عاشت الايه؟ عصر الرفاهية. والتانية نص نص. أما التالتة دي فعاشت الرفض كاملا. عشان كده هي مريضة دلوقتي. فاحنا مجرد ما نشوف الترتيب الأسري ده نفهم على طول الايه؟ الديناميات. هنا شايفين السبورة؟ أدي واحد الأولاني نسع أمه، وأدي التاني ملوش لازمة. ها؟ لأنه الأب نوت كيرنج على الأولاد زي الأم. الأم هي اللي واخدة الدور الأكبر، وبالتالي الولد ده مهمش زي أبوه ما هو إيه؟ مهمش. إحنا قلنا يبقى علاقته بأسرة الإيه؟ الزوجة، وعلاقتها بأسرة الإيه؟ الزوج. وانعكاس الترتيب الأسري بين الزوج والزوجة على إيه؟ علاقته. شايفين الولد ده ترتيبه إيه؟ بعد 4 إيه؟ ده الولد ده كان يعني مستنينه على شوق وأحر من الجمر يعني، مش كده؟ طيب الولد ده يعني اتعمل له احتفالات ولا ما اتعملوش؟ الأربعة دول لما بيوزعوا كوباية مية، الأربعة بيروحوا يجيبوا له 4 كوباية مية مش واحدة. ها؟ خمسة عشان أمه كمان، صح؟ فخمس كوبايات بيقول. فيعني هو ده الإيه؟ الملك المتوج، ولي العهد. هذا الولي العهد لما يتجوز البنت التانية دي اللي كانت مرفوضة وبدع الولد ياخد مكانها، هتعمل فيه إيه؟ هتطلع عينها. طبعا اللي ما قدرتش تعمله في اخوها، لان امها مدافعه عن اخوها، والولد ده ننوس عين امه، وامها قويه الشكيمه، فهت ايه؟ تصدها. فاللي ما قدرتش تعمله هنا في الحمار هتعمله في الايه؟ اللي هو ده على قدها ومحتاجها، وان ما كانتش تديله مش هيرتاح. فعشان كده هي ايه؟ لازم تبقى راضيه عنه، فتذله وتتحكم فيه، وتبقى هي اللي ايه؟ واخدة الأبر هاند. طبعا هنشوف البنت دي بقى متوحدة بمين؟ يعني هنا الأب كان نوس عين أمه، وإيه؟ وأخد اهتمام جامد. ولما اتجوز البنت دي الوسطانية في خلافات أكيد بين الزوجين دول. الخلافات بين الزوجين دول انه انت ما بتخلفليش ايه؟ ولد. فهتبقى ايه؟ انا عملت اللي عليا لكن ربنا عايز كده. فالبنت دي المرفوضه ديت اصلا هما اسرته كانت في احتياج ولد، واسرتها كانت في احتياج ولد. يعني البنت دي لما جت يعني بنت ثالثه، امها بتقول كده وحماتها بتقول كده والعالم كله بيقول ايه؟ كده. ليه؟ لانه الخلفيه بتاعتهم ايه؟ كده رفض للبنات، او الاتيتيود السلبي تجاه الايه؟ البنات. فالخلفيه دي هتنعكس عليهم، وبالتالي هم هياخدوا نفس الموقف. ومش هم بس، لانه لما بيروحوا الثلاثه يزوروا اهاليهم بيبان. يا بنت ربنا يديكي، يا بنت ربنا يكرمك وتخاويهم. تخاويهم يعني ايه؟ تقولهم اخ. مش تخاويهم يعني تجيبي بنت، لا تجيب ولد. فدي الدعوه بتبقى كده، وده طبعا بينعكس على مين؟ على الام، وبينعكس على ايه؟ البنت دي اللي في راسها بطحه بت ايه؟ مسكين. طبعا توقعاتهم ايه لولاد الطفل؟
توقعاتهم ايه لولادة كل طفل. فبنعرف توقعاتهم للبنت الاولانية كانت ايه والتانية كانت ايه والتالتة كانت ايه. بنوجه بقى سؤال للاطفال، هل انتوا راضيين على ابوكم وامكم بصورة ضاحكة كده عشان ايه؟ يتكلموا فيعبروا عن اللي جواهم تجاه الاب والام، وبعدين نعلق على اللي دار في حوار ونأكد على التواصل الصحي عند انهاء الجلسة ونحدد ميعاد الجلسة اللي ايه؟ الجاية. ايه اللي يحدث في غياب احد افراد الايه؟ الاسرة. بنحط له كرسي فاضي وكأنه ايه؟ موجود. ونبقى عارفين اللي قاعد هنا ايه؟ فلان. وعشان المعالج ما ينساهوش نكتب ورقة ونحطها على الايه؟ على الكرسي. بحيث ايه؟ محمد اهو بس هو في الايه؟ عنده وردية شغل فمش موجود، بس محمد اهو معانا. والكلام يتعمل والحوار يدور وكأن محمد ايه؟ موجود، ما هواش غايب. هو بحيث ان احنا هننقل له اللي حصل في الايه؟ في الجلسة، نعيشه فيها عشان لما يجي الجلسة الجاية يبقى أوير باللي ايه؟ باللي حصل. ازاي بيتصرف الوالدين في حياتهم قبل الجواز؟ كانوا عايشين ازاي؟ وتربوا ازاي؟ لانه ساعات الاب يبقى اجريسيف جدا وبيضرب البنت اللي في ثانوي وفي الجامعه وبيضرب الواد اللي في الجامعه وعنيف جدا. فانا بشوف كان متربي ازاي ده؟ كان متربي ازاي؟ يعني ابوه كان بيعمل فيه ايه؟ يعني الواد اللي كان في ثالثه كليه هندسه وابوه جابهولي وابوه استاذ في كليه استاذ جامعي، ابوه كان بيمسك له الشبشب ويضربه وهو في ثالثه كليه هندسه ويقول له اللي كل جمتي يسمع ايه؟ كلمتي. فهل اللي تربى بالشكل ده هيعمل ايه مع اولاده؟ من غير ما ياخد باله؟ كل اناء ينضح بما ايه؟ كل اناء ينضح بما فيه. دي الجمله العربي لترجمه الانكونشس بتاعت مين؟ فرويد. الانكونشس اللي هو بيطلع ويأثر في التصرفات بتاعتنا. وانتوا عارفين الانكونشس حجمه قد ايه؟ فاكرين جبل الجليد؟ والحته اللي باينه من جبل الجليد دي الكونشس، وكل اللي تحت الميه ده اللي ايه؟ الانكونشس. فهم هيتصرفوا زي مين؟ زي ابهاتهم ربوهم. مش بيقولوا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، مش كده؟ زي ما تربى هيربى، لانه ما شافش نموذج للاب غير نموذج ايه؟ ابوه، فهيقلده. وهي ما شافتش نموذج للام غير ايه؟ بتاع امها، فهتقلدها. عشان كده واحد كان خطب معالجه من مده يعني، وبعدين فسخ الخطوبه بعد كام شهر. فبقول له فسخت الخطوبه ليه؟ قال لي يا دكتور انا لاحظت ان امها هي اللي كلمتها ماشيه في البيت وابوها ايه؟ ملوش كلمه، سمعا وطاعه وملوش كلمه. وانا شايف انها واخده من امها كتير. فانا عشان كده فسخت الخطوبه. ده واحد بيفهم، لانه شاف الديناميات من الاول وشاف امها بتتعامل ازاي ويقلب القدره على ايه؟ تطلع البنت ايه؟ طبعا. طبعا من المهم بقى ان الاسره بتدخل الى العلاج وهي متخوفه من شعور اللوم، يعني خايفه ان المعالج ايه؟ يلومه ويكتشف العيوب اللي ايه؟ اللي في حياتهم، ويكتشف انهم بيعكوا، فهيمثلوا قدامه ويلبسوا ماسكات. عارفين الماسكات؟ فاكرين يونج لما خلعناها الماسكات او خلعنا الماسكات؟ فاكرين؟ اخلع غماك يا طور وارفض تلف، واكسر تروس الساقيه واشتم وتف، قال بس خطوه كمان وخطوه كمان لوصل لاخر المشوار للبير يجف. وعجبي صلاح جاهين بيقول ده عن الماسكات، وياما ماسكات بنشوفها. ففي ناس عايشين في ماسكات، فبيبقوا خايفين من المعالج. المعالج ده بيفهم. حتى لما تقعد انت مع صاحبتك كده واسرتها وانت دارسه علم نفس وتحليل نفس كده، هيقولوا لك انت اكيد بتحللينا دلوقتي. بيبقوا كاشين منك كده وخايفين. ليه؟ لان على راسهم بطحه، وخايفين تخلعيهم الماسك وتكشفيهم. فعشان كده بيخبطوكي
قبل ما ايه يعني ايه يعني تحلل نفسك. اما كنت بدرس التحليل النفسي عملي على ايد الاستاذه الدكتوره فايزه كامل الله يرحمها، اول جلسه قالت لي ممنوع تتكلم في التحليل النفسي خارج غرفه العلاج. دي قاعده لازم تطبقها في حياتك، ما تتكلمش عن واحد وتقول ده شخصيته ايه وواحد تاني تقول ده شخصيته ايه وده بيعمل ايه ديفنسز و اوعى، لانه لو عملت ده هتاخد على دماغك وهتبقى انت مرمى لسهام اللي عندهم ايه بطحات في راسهم، ها، فهتبقى عرضه للسهام بتاعتهم. فانت ايه عشان كده ما اتكلمش غير هنا وفي جلسه العلاج بس، لكن في بيتنا ما بتكلمش الكلام ده، مع اصحابي ما بتكلمش الكلام ده، مع زمايلي ما بتكلمش الكلام ده خالص، ولا اقول اي حاجه من الديناميات دي. تقدر بس هنا عشان بعلمكم. حضرتك بتقدر تعمل ده؟ ايوه بتقدر تفصل يعني. ايوه ما انا اتعلمت من اول جلسه في التحليل النفسي اللي كان بيتعمل لي مده سنتين ان اعمل ده، فتعلمت من وقتها حاجتين اتعلمتهم، واحده في الجلسه الاولانيه والتانية كانت في الجلسة التالتة لما رحت متأخر 5 دقايق وسابتني واقف على الباب عشان التزم، عشان كده تلاقوني قبل الميعاد موجود وبنبدأ بالدقيقة مفيش هزار، فالمواعيد عندي مقدسة. برضو بنفس الطريقة ان اتكلم عن حد تحليليا برا هنا او الجلسة اللي في العيادة برضو محظور ان اعمل كده. ممكن الايه احيانا تبقى الاسرة ايه يائسة يعني عندهم مشاكل، وهل المعالج يركز على نقاط اليأس والسلبيات ولا يحاول يبرز الإيجابيات عشان يكتموا منها؟ إيه رأيكم؟ طبعا مهم قوي إنه يركز على الإيجابيات ما يركزش على السلبيات، لأنه إذا هيركز على السلبيات هيشوههم. يا نهار أسود دكتور ده أنت طلعتنا إيه؟ لا 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 مش عايزين، مش حاجة خلاص مش هتاكلوا عيش، ينفع؟ يبقى ايه؟ كلوا عيش وابداوا ايه؟ ابرزوا الايه؟ الايجابيات وادوهم الامل، احنا دايما باعثي امل، لان احنا ما بنقدرش نغير الواقع للبني ادمين، لكن بنديهم الايه؟ الامل، وبنخليهم يشوفوا الموجب فيهم عشان يقبلوا على الايه؟ على الحياه. طبعا الاب والام عايزين ايه؟ يحسوا انهم عملوا افضل ما يكون لاولادهم، فما تجيش انت بقى كمعالج اسري تقول لا لا انت غلطانه، ما ينفعش تقولي لابنك كده، انت بتقول له هذبحك، ما ينفعش تقول له هذبحك، غلط، انت غلط، اسلوبك متسلط، اسلوبك سادي، اسلوبك مش، لا ده هم عايزين يحسوا انهم ايه؟ احسن، عاملين احسن حاجه، فلازم تديهم الاحساس ده وبالتدريج تبتدي تخليهم يستبصروا اذا كنت هتعالج دايناميا، وهنشوف ده دلوقتي. طبعا هما لو المعالج هيقعد يحللهم ويبين المساوئ اللي فيهم هيتكلموا على اللي عملوه ولا هيكتموا؟ هيكتموا، انما لما يبرز لهم الايجابيات فيبتدوا يتكلموا ويستعرضوا نفسهم، وحتى لو حاجات سلبيه هيقولوها. ليه؟ لانه هو مش بيمسك في السلبي وبيهاجم ولا بيظهره قوي، ده هو بايه بيتغاضى عن السلبي ويركز على الايه على الايجابي. دول بقى بيركزوا على ايه؟ دول حضرتك مركز على ايه؟ مركز على التصوير. لا ماشي. هل بتختلف الفنيات المتبعه في العلاج الاسري؟ طبعا بتختلف حسب المدرسه اللي هيتبعها المعالج. فإذا كان هيتبع أهو يعني العلاج، الفنيات اللي فيه بتختلف طبقا لتوجه المعالج والمدرسة اللي هيتبعها. فزي ما كنا بنقول في العلاج الجماعي، فاكرين؟ يعني آدي العلاج الأسري المعرفة هيتبع فنيات العلاج السلوكي اللي إيه؟ المعرفة. لما يبقى دينامي هيتبع فنيات اللي إيه؟ لما يبقى أسري تعليمي نفسي هيتبع الأسلوب ده التعليم، متمركز حوالين حل المشكلة هيبقى مركز حوالين حل المشكلة.
العلاج المبني على النموذج الدينامي الخبراتي اللي هم عاشوه من خلال خبرات مرسوقه في حياتهم، هيبقى الديناميات والفنيات بتاعته هتشتغل على هذا النوع من العلاج. نشوف بقى السلوك المعرفي بيتعمل ازاي. هنشوف المشكله الحاضره ايه ونخلي الاسره تفكر في حلول للمشكله، بحيث ان احنا نشجعهم انهم يفكروا ويبدعوا في الايه، في الحلول، ما تبقاش يعني بقدر المستطاع ما تبقاش تقليديه، تقليد لامها وابوها زي كانوا بيعملوا ايه. ممكن يكون اللي ابوها وامها كانوا بيعملوا كويس فنقول اه ده ايه ده كويس، لكن هل في حاجات نقدر نعملها اكتر، وهكذا، بحيث ان احنا التوازن بين التغيير والقبول. يعني هل اشجعهم الست بتقول يا دكتور الراجل ده مش نافع وانا طهقت منه وانا قررت اعمل خلع، والراجل جايبها عشان يهدي الامور وجايب الاسره عشان ايه، تتمسك بالمعيشه مع الاسره وتتنازل عن الخلع اللي هي عاملاه. فهنا ده التغيير اللي عايزه تعمله، لكن هنا انا عايزها تقبل الواقع ولا هي تعمل التغيير. يعني هنا انا ببقى زي اللي ماشي على الايه، على السلك. ها يعني لو كده ها ولو كده ها، فعشان كده انا ببقى ايه، حذر كمعالج، وببقى عايز اوصل لانه الاسره تستقر وتنجح كاسره، ما يحصلش انها تعمل خلع، او هو عايز يطلعها ما يحصلش انه يطلعها، او عايز يتجوز عليها ما يحصلش. انا عايز الاسره يبقى فيها استقرار، لكن في نفس الوقت ممكن اشجع بعض التغييرات اللي يعملوها بحيث تحقق لهم، سواء تغييرات في تصرفات الست او تغييرات في تصرفات الرجل او تغييرات في تصرفات الاولاد، السلوكيات بتاعتهم، بحيث ان احنا نصل الى حاجه مرضيه، وبنأكد على نتائج السلوك. يعني شايفين لما آية بدأت تواجه حصل إيه؟ وهكذا، بحيث إنه لا، أنت مش هتروح تشتكي لإيه؟ لأبوك وأمك عشان تهاجمهم على إخواتك، لا، أنت هتتعلمي إيه؟ إزاي تواجهي؟ ولو بعمل ده في علاج أسري هيبقى أوقع كمان، لأنه إيه؟ هما لما يلاقوها جاية تشتكي لهم يقولوا لها مش إحنا وصلنا في الجلسة اللي فاتت لأنك ما تشتكيش، ولأنك تعملي حوار مع اختك لغايه ما توصلي الى انكم تبقوا انتوا الاثنين مرضيين، مش كده؟ ده اللي هيحصل. طبعا المعالج الاسري في 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 العلاج السلوكي المعرفي بيدير الحوار، مش كده؟ بيهتم بتحديد المشكله، بيوضح نوعيه التواصل القائم. انتوا عارفين التواصل في الفيربال وال ايه؟ النون فيربال. وانا قلت لكم قبل كده ان النون فيربال 80%، علماء التواصل قالوا انه 80% وان الفيربال 20% بس. وده تلاحظيه لما تروحي من هنا، شوفي هتتكلمي كم كلمه وهتعملي كم تصرف، هتعملي كم تكشيره وهتبتسمي كم ابتسامه وهتخبطي رجلك في الارض كم مره وهتروحي تخبطي الطبق ترميه في الحوض يتكسر كم مره وهتعملي ايه وهتعملي ايه، هتلاقي تصرفات كتير كلها نون ايه؟ نون فيربال. وبعدين اختك بقى اللي ما اهتمتش تستناكي عشان تتغدوا مع بعض بقى بتكلمك، هتروحي مديها ايه؟ فاكهه، ومديها الوش الخشب، فطبعا هتكون النتيجه كل دي نون ايه؟ نون فيربال. فاحنا بنفهمهم النون فيربال وبنوضح قوي وبنركز على انه النون فيربال مهم جدا، لانه يا جماعه النون فيربال ده في العلاقه الخاصه بين الراجل والست كلها ايه؟ نون فيربال، ما فيهاش فيربال. الفيربال ده في المقدمات، لكن بعد كده ما فيهاش فيربال، كلها ايه؟ نون فيربال. وساعات في رجاله ما عرفوش يتكلموا خالص، تقول لي ده ما قاليش ولا مره انه بيحبني. اقول له يا عم اقول لها انك بتحبها؟ تقول لي انا بحبك. تقول له لا انت بتقول كده عشان الدكتور قال لك تقول.
لو قال بعدين لما قلت له يبقى ملهاش طعم، لازم تيجي منه الواحد. شايفين الافتراء بتاعها يعني مستخسره فيه انها تغشش، معناها غششت صاحبتها في الامتحان. ما تغششيه، قولي له اعمل كذا عشان تكسبني، انما لا، اذا عمل اللي انا قلته له يبقى ايه؟ ما ينفعش، ملوش طعم، لازم تيجي منه اهو. شايفين الافتراء والتسلط بتاع شجره الدور؟ طبعا هو معلم لافراد الاسره زي ما اتفقنا، لانه بيعلمهم ازاي يتواصلوا وازاي يفهموا بعض وازاي يحسوا ببعض. طبعا ازاي يتم العلاج بقى على الايه؟ الديناميك، التحليل ده اللي فيه ايه؟ عمق. بنحس الاستبصار يعني بخليهم يفهموا بعض ويفهموا النون فيربال. وانه لما قالت له ما تتاخرش ما بصلهاش، ما بصلهاش وهو بيقول لها حاضر، لكن ايه؟ ما ردش ورزع الباب وراه. ده نون فيربال ولا مش نون فيربال؟ ده بيقول ايه؟ هتاخر. يعني يا ريت ما ارجعش عشان ما اشوفكيش، مش كده؟ فهنا ايه؟ احنا بنحسن الايه؟ الاستبصار والوعي بالتصرفات. طبعا الوعي التاريخي لدى افراد الاسره عن تاريخهم الاسره، يعني البنت الثالثه اللي هي المريضه اللي شفناها من شويه، انتوا كان نفسكم في ايه في الطفله الاولانيه؟ لا والله يا دكتور احنا ايه؟ كانت تيجي بنت تيجي ولد، احنا راضيين باللي جابه ربنا. طب والثانيه؟ ده كان نفسنا انها تيجي ولد. اذا قالوا غير كده يبقوا ايه؟ طب والثالثه؟ يقول لك لا يا دكتور احنا راضيين باللي جابه ربنا، احنا مالناش اختيار، ده حاجه من عند ربنا، ده ربنا اللي بيحددها، احنا كده مش مؤمنين بقضاء ربنا، احنا مش عارف. كل ده ايه؟ اسطوانات. لكن الحقيقه غير كده. فتشجيع التفاهم كل منهم للاخر، تفاهم دايناميك يعني يفهموا التصرفات وبما تعكسه، بحيث يبقى في استبصار كده عن التصرف. يعني لو قال لها حضري لي الاكل ومشيت وهي صامته وعلى وجهها تكشيره وراحت تحضر الاكل، الاكل كده هيسد نفسه ولا هياكل؟ نفسه هتتسد، فهتحط له الاكل مش ايه؟ مش هياكل. فتقول له ايه؟ ما تاكل. طبعا ما تاكل دي معناها ايه؟ هتدفع. يا دكتور احنا مش شريرين قوي كده. لا في والله يا دكتور، لا مش قوي كده، في والله في كتير. شفتوا بقى ايه؟ دي اسالي خبيره. قدام عيني والله. فهنا التصرف او الرد الفعل هي ايه؟ يعني هي بتستفز بتصرفاتها، وكل ده نون ايه؟ نون فيربال. فهو لا مش واكل، انت شكلك يسد النفس، شكلك يسد النفس، انا شكلي يسد النفس، اسم الله عليك انت اللي شكلك. خد بقى من اللي انت عايزه بقى من ملحك. عقدة النظرة الايه؟ المتبادلة. النظرة الايه؟ المرضية المتبادلة. يعني هل هنا لو بقت النظرة المرضية المتبادلة بينهم نظرة عدائية زي اللي محضرة له الأكل اللي أنا قلت عليها دي، هل ده هيخلي الدماميات في الأسرة تبقى كويسة؟ لا طبعا. بنركز هو على مفاهيم العلاقة بالموضوع، الموضوع اللي هو مين؟ الآخر. الآخر ده ابن، الآخر ده زوجة، الآخر ده بنت، ابنة يعني، أو الآخر ده الزوج. فالعلاقة بالموضوع اللي هو الموضوع هو اي واحد من انا قلتهم دول. التوحد الاسقاطي يعني ايه؟ يلا قولوا يا بتوع علم النفس، يعني ايه توحد اسقاطي؟ يعني ايه توحد اسقاطي؟ حاجات تبقى يعني ايه توحد؟ يعني فهنا بيتوحد ويسقط على الاخرين. ففي حد في الاسره ممكن يبقى كده، فالست ممكن تبقى متوحده مع امها شجره الدر اللي هي متربيه عندها، وفي نفس الوقت بتسقط ده على مين؟ زي امها ما كانت بتعمله في ابوها هي بتعمله على جوزها. فده توحد اسقاط، يعني متوحده بيها وبتسقط عدوانها عليه.
حاجات هو ما بيعملهاش، لكن كأنه هو ايه ابوها اللي كانت امها بتعمله في ابوه. كبش فداء. ساعات كده بنت كده ايه مغلوب على امرها في الاسرة، وبعدين ايه بتاخد على دماغها، وبعدين مين اللي حرق اللي مش عارف ايه هي، طب مين اللي كسر مش عارف ايه هي، طب مين اللي فتح الباب للراجل اللي وساب الباب مفتوح على اخره وفرج علينا الناس في الشارع هي. بندوروا على ايه؟ شماعه كده يعلقوا عليها يقول هو ده كرش الفداء. فطبعا دي لازم المعالج ياخد باله من دي ويمنع انه يبقى فيه كرش فداء في الايه؟ في الاسر. الانشقاق يعني ايه؟ لكل واحد يبقى عشان الانشقاق ده حيله دفاعيه. كل واحد ممكن يبقى عنده الامبيفالنس، ساعات يبقى في شخصيه وساعات يبقى في شخصيه مختلفه ثانيه. بنستخدم فنيات ايه بقى؟ تحليل الطرح. طبعا هنا بقى ده تحليل دايناميك، تحليل الطرح والمقاومه والطرح الايه المقابل. يعني ممكن يبقى في طرح على المعالج في العلاج الاسري، يعني الست تطرح على المعالج وجوزها قاعد، ايوه، والراجل يطرح على المعالجه ومراته قاعده، ايوه ممكن. ممكن يعني هنا هو هيطرح عليك كمعالجه الراجل جوز الست. فاكرين المدرسة اللي كانت في فيلم ميرامار والراجل اتجوزها وهي بتدرس للعيال؟ في ده حصل في افلام كتير، ان المدرسة جاية تدي درس للبنت اللي في ابتدائي، والاب ايه بيستفسر عن حالة البنت الدراسية، وبيستفسر عن حالة المدرسة الاجتماعية، وفي نفس الوقت ايه بيظبط الدنيا. بس دي خيانه، ظبط مش طرح. ها دي خيانه مش طرح. ما هو اتجوز المدرس كده خيانه على طول. هو الجواز الثاني خيانه يعني. ما هو شفته يعني بتوضع اسماء غير اسماء، مش اسماء انت يعني. الجواز الثاني سميته خيانه، بس خيانه مشروع. بس خيانه. خلق جو من التماسك، هيعمل ايه؟ يخلق جو من التماسك ولا يوقعهم في بعض؟ يفسر لهم الحاجات اللي مش فاهمينها، بس التفسير على قد ايه؟ على قد افهمهم. التاكيد على التحالف الايه؟ التحالف العلاجي اللي هو ان عندهم هدف ان الاسره ايه؟ تنمو وتبقى اسره كويسه. ازاي بيتم العلاج بقى التعليمي النفسي؟ يعني في علاج تعليمي نفسي؟ تفتكروا؟ طبعا في علاج تعليمي ايه؟ نفسي، مش كده؟ يعني المعالج هيعلمهم ازاي اهو بنشجع مهارات التوافق، نعلمهم مهارات التوافق والتفاوض والحوار وغيره وغيره، والتواصل وحل المشكلات، ونمنع الايه؟ الانتكاس. يعني عايزين نتقدم ما نتاخرش. بيتحقق ده عن طريق تعليم الاسره ايه بقى؟ معلومات تنمي مهاره اداره الايه؟ الاسره. فاحنا المشكله ان الست واخده الدور ومهمشه الراجل، فالراجل مش لاقي له دور، فبيقعد مع اصحابه، ويعني جاله مكالمه من واحده ست، او يعني دخلت على الاكونت بتاعه، او هو فتح دخل على الاكونت بتاع واحده، فبدا ايه؟ هنا إدارة الأسرة اللي فيها سيطرة لمراته وإحساسه بعدم القيمة، وخاصة إنها مرتبطة بالولد الكبير وهما الاثنين الكل في الكل، وهو ملوش قيمة في أي حاجة، يبقى هيدور على وجوده فين؟ بره. فعشان كده إحنا بنركز على إنه يبقى فيه إدارة للأسرة. هذه الإدارة تعطي أدوار للجميع، وممكن نستخدم العباقير. الست عصبية وبتسوق وبتنهار وبتتشنج، فطبعا يعني عشان نعالج الكونفيرشن ده اسمه اضطراب التحول، كونفيرشن ديس اوردر، عشان نعالج ده عايزين لها علاج فردي قد كده. فاحنا ممكن نساعدها ببعض العباقير اللي تهدي التوتر بتاعها، بحيث الكونفرشن ديس اوردر يتحسن لغايه ما العلاج الاسري يجيب ايه؟ نتيجه. نيجي بقى عند العلاج المتمركز على حل المشكله،
وهنتوقف عنده عشان الساعة دخلت على 12:30 ولسه قدامنا حالة ولسه قدامنا سكوب وصدر. فأشكركم ونكمل المرة الجاية.